المحطة الأخرى كانت في الشهر الحالي في أوله، كانت في القاهرة على مستوى الخبراء الوطنيين، وناقشنا فيها التفاصيل ما بين العلاقة بين المكتبين ككيانين مختلفين، كيف تكون العلاقة بينهم. فتم عرض بعض الإجراءات التعاقدية، ثم التوافق على بعض النقاط، وبعض النقاط الخبراء أبرروا رفعها للسادة الوزراء لحسمها. المحطة اللي أنا انتهيت منها الأخيرة كانت في السودان في ذات الشهر، وكما وعدنا بعد أسبوعين تم تنفيذ هذه الزيارة عبر أجازة عيد الفطر، وكانت في 22 إلى 24 يوليو في الخرطوم، وتم مناقشة النقاط العالقة على مستوى الخبراء، وتم في خلال 3 أيام التواصل لتوافق كامل حول كل هذه النقاط، ووضع تفاصيل العلاقة بين المكتبين في كافة النواحي. إيه النواحي؟ هنتكلم فيها حالا، تشمل النواحي توزيع الأعمال، طريقة العمل، مسؤولية كل شركة، وخارطة الطريق للاجتماع القادم اللي هو إن شاء الله هيكون في أديس أبابا في شهر أغسطس. خارطة الطريق في شهر أغسطس إن شاء الله هنقول دلوقتي. خارطة الطريق تتكون من الأسبوع اللي هو الفترة القادمة، مكاتب الاستشارية، وكانت أيضا زيارة استشارية ومعاينة هندسية إلى سد أسنان إنشاء. المحطة الثالثة كانت في القاهرة في الشهر الذي يليه في أكتوبر 2014، أصفر الاجتماع عن اختيار 7 شركات لتقديم الدراسات المطلوبة حتى يتم اختيار أحدهما، أحد هذه الشركات في الدراسات الفنية. المحطة المهمة اللي بعد كده كانت في إثيوبيا، وكان لها شرف مرافقة السيد الرئيس الجمهورية أديس أبابا، وكان هناك لقاء ثنائي بين القيادات السياسية وفي حضور الوزراء المعنيين، وتم تسليم في ذات الوقت نسخة من الدراسات الوطنية اللي بتؤكد يعني وجهة النظر المصرية إلى جانب الأثيوبي فيما يخص حجم التخزين، وتم تقديمها مني شخصيا للوزير الأثيوبي. المحطة اللي بعديها في مارس 2015 كان هناك لقاء وزاريا ثلاثيا في السودان، تم تقييم العروض الفنية المقدمة من المكاتب الاستشارية، ووضع درجات وتقييم فني للعروض المقدمة. المحطة اللي بعد كده كانت محطة في غاية الأهمية، وهي أحد الأشياء اللي سيوقف عندها التاريخ كثيرا، اللي هي 22 مارس 2015 وتوقيع اتفاق المبادئ بين الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية في الثلاث دول في الخرطوم.